بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد بنحلم بفضاء واسع بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم لا غم فقط نسعد وطن ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم بلاد حد الشمس والضوء نحلق ما يحب نجو نقيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق ليها مستني يمر فنجان علينا نتكفى ونضار الدمع بالفرحة أستاذ ماجد. أنا مريم جاك من طرف دكتور فاضل. أنت مقدمة لوظيفة معانا هنا؟ أيوة، بس يا ريت ألقى وظيفة. أنت تخصص شنو؟ حاسوب، زراعة، طب، أشعة، شنو بالضبط؟ لا لا لا، حاسوب. عندك شهادات؟ بصراحة لكني تعلمت في البيت. اسمك إيه؟ سامي. سمية؟ سامي. سامي، هاتي أوراقك. مبروك. شكرا. سان فرانسيس، أنت فرانسيس، إيتا
دكتور فاضل برا. خليه يتفضل. حاضر. السلام عليكم استاذ ماجد. دكتور فاضل how are you؟ good. اولا انا حاختبر ذاكرتك اذا كانت خريبه ولا لسه بخير. يا دكتور ذاكره وين مع الزمن المسارع ده؟ والله لو كان فيل كان كمل. طيب تذكر عمك عبد الفراج؟ الفراج؟ ايوه. عبد الفراج. طيب اقرب لك المسافه. في المرحله الثانويه تذكر الصول منه؟ يا سعيد المنبع عبد الفراج. دي بنته مريم عبد الفراج. اوه الشبه واضح. الراجل كبير والبيت ملان عيال. اقل واجب نعمله تعيل له بنته دي. انت تامر يا دكتور. انت امضى على الابلكيشن وانا اقول ظن. لو سمحتي تفضلي عند السكرتيره برا. ها تفضل يا دكتور تفضل. عبد القدوس ده كان راجل عزيز علينا خالص. عبد الفراج؟ نعم 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 نعم. خلينا من عبد الرحيم ده. انت عامل ايه؟ اهو في الشغل مستشفى والجامعه ويعني مرود. لكن قول لي انت. ايوه. شنو النخبه ومجموعه الشركات؟ بعدين تعال قول لي يا ماجد انت علاقتك شنو بالطب عشان تفتح لك مستوصف؟ بزنس از بزنس. بزنس في الطب الا دي. بالعكس ده اللي ينفع فيه البيزنس ولا بلاش. باختصار كده انت داير تصل لشنو؟ ايه رايك اعزمك حته حلوه وطراوه ونلقى راحتنا في الكلام؟ اوكي 200 هسه طوالي. شباب الوظيفة بتاعت الحاسوب للبنات فقط. طيب ليش هرين يا أخي؟ فحص طبي ومعاينات وتقديم وامشي وتعال. المعاينات كده يصادف تقدم لوظيفة 6 شهور فيها ياخدوا فيها ما ياخدوا. نحن اجتزنا كل المعاينات ليه في النهاية بيحصل كده؟ قرار سامي من مجلس الإدارة وظيفة الحاسوب للبنات فقط. انت بيت؟ شنو؟ يعني مفاضلة بين الجنسين؟ أنا ما مفسر ولا معلم. غرادة قدامي. قرار سامي مجلس الإدارة وظيفة الحاسوب للبنات فقط. البنين حظ أوفر مكان آخر. أنا داير أفهم حاجة. قدرت إنك جيت ولد. الوظيفة للبنات الأولاد يمشي يشوفوا حتة تانية. واضح؟ واضح تماما. دي نخبة. لكن دي حصالة ما صفوة. ولا ياما والجرجرة ضيعتها في صفوفكم. لو سمحت اجي استلم الشغل 200. يا استاذه استاذه اميمه. الله ما شايفاني بعمل في شنو؟ انا مطلوبه هنا لي 3 ساعات ما فهمتي نعمل شنو؟ تعالي بعد شهر. اوكي بعد شهر؟ لكن الاستاذ ما قال كده. انا قلت كده اهو ورقك محفوظ. تعالي بعد شهر. الكلام ده واضح ولا عايز توضيح؟ لو واضح الشهر حيمر وانا حاجي عن اذنك. على الرحب والسعة. تفضل. أيوة كله يحتاج لمعاينات لكن الأطباء والجراحين ما بيحتاجوا معاينات. بس يا دكتور المعاينات تديك فرصة المفاضلة والاختيار بين الأطباء. مفاضلة هنا واختيار ما وارد. أنت بتختار الأجدر مباشرة وأنا مستعد أسدي أرشح لك زول 100%. بس أنا مصر على المعاينات. معاينات الحاسوب للموظفين لكن أطباء وجراحين معروفين. أنا هسه ممكن أرشح لك مثلا دكتور عليش. دكتور عليش جراح؟ وجراح من أمهر الجراحين في البلد دي وما يحتاج عنده
كاريزما، شخصيته، مظهره، عنده برستيج. انت مهووس بحكايه المظهر الخارجي ده والكاريزما ليه؟ انا راجل بتاع مورفولوجي، بعرف قيمه اللون في اللوحه. المستوصف اللي بفكر فيه ده ولا في الخيال ولا في يوتوبيا افلاطون نفسه. الدعامه الاساسيه هي علم الجمال. انا عامز كل حاجه تدي معنى اضافي، فهمني دكتور مهاب. اهلا دكتور مهاب. في الحقيقه انا قريت في الصحيفه حوجتكم للجراح. ايوه تفضل، الاستاذ موجود. شكرا. السلام عليكم. وعليكم. انا ليش؟ انا دكتور جراح. جراح قال، ما انت مسخن بالجراح. عالج جراحك وتعال عشان تعالج جروح الناس. انا جاي من طرف دكتور فاضل. بس الاستاذ ماجد طلع والله. طيب بيجي متين؟ ما عنده وقت، مر علينا بعد شهر شهرين. اوكي حامر بعد شهرين على سيادتكم. اوه دكتور عليش. اهلا يا بروف. اهلا. شكلك كده طالع. والله قال الاستاذ طلع. الاستاذ انا كنت بتكلم معه بس منتظره. لكن يا بروف الاستاذ دي قالت لي ان الاستاذ ما في. ومهم الاستاذ صار. معلش بس انا ما عرفت دكتور، الاستاذ موجود لكن معه ضيف. هندخل له. دكتور شهاب. دكتور مهاب. مهاب مبروك، انت جراح عندنا في مستوصف النخبة. شكرا. مبروك دكتور مهاب. اهلا بك. سلامك. اخبارك؟ لا ديك تمام. تمام الحمد لله. يا دكتور مهاب كيفك؟ تمام. استاذ ماجد. ايوه. الجماعة دي اللي درستهم في الجامعة سنة كم؟ ما في داعي للسنين يا بروف، ما في داعي للسنين. اهلا دكتور بريش. عليش. عليش. عفوا عفوا. اهلا دكتور ليش. عليش كانوا ودفعتكم يا دكتور مهاب مش كده؟ يس يس. انا بعتذر انه درست الزور القصير ده. تفضل تفضل. موضوع مريم عبد الفراج نسيته؟ ابدا يا دكتور، انت طلباتك لا ترد ولا تصب، بس يعني شويه اجراءات يا كوثر. فاطمة، نفيسة، يا إلهام، يا خديجة، يا صليحة. أمي ما هي يا أستاذ؟ دكتور عليش ده أفنى زهرة شبابه في خدمة الطب والمجتمعات، كان متطوع. يمكن تلاقينا أنا ودكتور الفاضل في الجبل الأسود أيام حرب البوسنة والهرسي. وفي أطباء بلا حدود في إيران زمن الزلزال. وبرضه في رواندا في حرب الهوتو والتوتسي. لا والله. والله أعمال كل إنسانية في المكسيك دي لا تنسى أبداً والله العظيم. وبرضه اشتغلت في أبي في مناطق التماس. لا يا دكتور، واضح إنك غيور على الإنسانية. وده كله بالمجان. يا أستاذ أنا واقفة. أيوة أنا ناديتك ليش؟ يا كوثر. أيوة شوف يا دكتور، هي مجرد المعاينة دي إجراءات شكلية عشان السادة المتقدمين والمتقدمات الأحياء منهم الأموات ما يزعجوا. يلا فوت فوت. تفضل فوت. تفضل تفضل يا خذي معك بريش وكوثر واشرف يشوفوا موضوع المعاناه جوا. تفضل تفضل. وبكره ان شاء الله حتلقى نتيجه. بيت لك ساعتين ما قادرة تعمل برنت اوت ورق زي دي. ما تصبر يا حسام، انت مالك متضايق؟ انت عيانه كيف؟ ارزاق من الله. انا ده افهم يا حدا افهم. انت مالك ومالي بتدفع لي مرتبين ده؟ فيري جود يا مريم. فيري جود بتاع شنو؟ ممتازه ساعتك حسام. دي قطه تقط في نوم عميق، وانا ما بحب القطط التي تقط في نوم عميق. عصام انت ما عارفني؟ ريجكت.
بس عادتك البنت الجديدة اللي اسمها سامي دي بطيئة، ما بتعرف حاجة. سلحفة 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 يا أخي، ما تعلم بتتعلم. وديها كورسات هيا عصام. سعادتك مريم دي ممتازة وجاهزة. عصام عصام انت لسه ما فاهمني ولا شنو؟ عصام افهم. حاضر سعادتك. قطة هي قطة. عنزك سعادتك. لازم تعملوا لي صورة للصدر بالأشعة. صورة أشعة نعملها وين؟ في قسم الأشعة. قسم الأشعة مزحم يا دكتور ملان. أعملوها في السوق في أي مكان. السوق؟ طيب السوق سوق. ماشيين بوين؟ الدكتور قال لنا نمشي صوروا صورة بتاعت أشعة. ستاف. أيوة دكتور. ركب 2 دريب ملح طعام ودخلوه غرفة العمليات وبسرعة. حاضر. يلا سريع. يا مستر وين الصورة؟ صورة شنو يا دكتور مهاب؟ دي شحوب قزازتين لم يسرعوا عليها. بس أنا كنت بفتكر إنه الصورة حتبين لنا عمق الجرح. يا دكتور مهاب أنت شايف البريدين خارج من الرئة، ولو ضيع زمنه في الصورة تحصل عملية وفاة. أو لين نتصرف ركب الأكسجين. حسن خير؟ كيف شغلك بيت؟ الحمد لله كويس. هاي خير؟ ما مشكلة. دكتور علاش قال إن شاء الله قريبك حيبقى كويس إن شاء الله. ما في مشكلة؟ ما في مشكلة إن شاء الله. الحمد لله. أسمع قلت لك دكتور عليش. ايوه طبيب ماهر في الطب. التحصيل الاكاديمي ما مهم، مهم المهارات. ودكتور وهاب ماله؟ دكتور مهاب التشخيص عنده ضعيف جدا في حالة الرجل المريض المطعوم بالسكين. كان في هواء خارج من الرئة ونفس المريض قايم. دكتور مهاب ودي حالة متأخرة حولوا لي صورة أشعة، وده تصرف خطأ. ليه؟ التصرف السليم عمله دكتور علاش من المعاينات الحياتية قدر ينقذ حياة المريض. والله يا دكتور، دكتور بريش ده كده. لذلك أنا بوصي بشدة تعين دكتور علاش وتصرف. أنا واقفة لك. مش شايفاني ما فاضية؟ آسفة على الإزعاج، لكن أنا عايزة أعرف عملت لي شنو في الموضوع. منو أنت؟ مريم عبد الفراج، معقولة نسيتي؟ مريم عبد الفراج. مريم طلبت مرفوض يا مريم. بس انا ناجحه. ريجكتد. تعرفي تقري؟ مريم معلش دكتور فاضل، الظاهر انه نحن ما نخبر في حاله مرضيه نخبويه صارت المكان ده. ريجكتد. نهاركم سعيد يا المنتظرين الدخول للغصر المسحور. ما تحلموا، لأنكم بعيون الناس الفوق مجرد عجائز، وحليفكم الفشل الزريع.
أن ما بيئنس في نفسه الصفوية والنخبوية يركب ساقه الطويل ويجري بغدر ما يقدر، لأنه هنا ما في كف رحيم، ما في أياضي بضة تربت على الأكتاف بتطبطب على أكتافهم المسخرة وانتظار المستحيل. نصيحة مني ليكم، يتلموا يتلموا، ده ماما كان بتاكلوا فيه وعيش. أمشوا أمشوا، غيروا من أشكالكم ومسهركم، صدقوني ما بتحتاجوا للجرجرة في الصفوف، لأن الصفوة ما بتقف في الصفوف. قلت لي اسمي شنو؟ مريم. أيوة مريم مريم مريم، دي أنا ممكن أعينها لوجه الله تعالى، لكن ما بدي على وظيفة، ممكن أندرجب. بس أنا ما كنت فاهم كده. أنا من الأول كنت متفق معاك، واضح يا دكتور، كن جميل ترى الورود جميلة. بس النظرية دي أنت فاهمها خطأ وبالمقلوب. أنا كده يا دكتور مش عاوز أبني مدينة من الجمازم، أنا بتكلم عن عالم نخبة. أنت البلد ماشي في تغيرت كيف؟ نحن بقينا بلد نفطية، خصخصت معظم المؤسسات. تفتكر يا دكتور يجيني واحد في آي بي يقبل يعمل عملية مع دكتورك ده بريش؟ إمباسيبول. الزمن عنده دورة، وعنده دورة تدريبية بتتعلم منها كون جميلا ترى الوجود جميلا. وانت بالمناسبة الوجه القبيح للجمال. معليش يا مريم، دي ما غلطتك انت، دي غلطة الشاطر. انا ما بحتز بشغل في مكان زي ده. فهم غريب. اذا كان مفهوم الخصخصة كده حيكون عندنا هيهارنا، وانا ومعاي ناس كتار ما من حقنا نعيش في حياة غير. قصور من الرمال حتنهار صدقيني. انا ما ندمان، بالعكس، حتى في الفرق بين الناس الجنس واللون والشكل وما يكون للكفاءة او المواطنة معيار، حتى ما جدر بالاهتمام. يا ترى دكتور عليش اخباره؟ كيفك يا سمسم؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله مبسوطه معانا في الشغل هنا. مبسوطه جدا. اي حاجه محتاجه لحاجه تجيني داخله طوالي. حاضر. بعدين انا هعمل لك مفاجاه، حسفرك برا كورسات. ما قصرت معي، بس عندي موضوع. أختي. أختي؟ أيوة أختي. أيوة، أجيت معاك ولا مبارح، كان لابسة فستان أحمر وبلوزة خضرة وكسكتة زرقاء. طوالي مقبولة. بس في بروبلم صغير. شنو؟ ما عندها شهادات. لعلمك أنا ما معترف به حكاية الشهادات دي. والله؟ شكرا لك يا أستاذ، تسلم لي. أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس. أنا اسمع يا دكتور لو سمحت، نمرتك عندنا ولا احتجنا لك بنتصل بيك. وبعدين بالمناسبة الوظائف عندنا محدودة للغاية. أنا عايز أقول كلمتين بس. السرسرة متعة سايفة، وقطار الحياة إكسبريس ما بتوقف في المحطات الصغيرة. بس نحنا بنعمل لروحنا محطات خاصة. ما دفاعنا عن نفسي، دفاعنا عن مهنة الطب، المهنة الوحيدة اللي ما ممكن يمارسها واحد ضالع في الاستهلال والرخاوة. ممكن في مكان عرض أزياء، ممكن تجيب مصفف باري عشان يصفف لك الشعر المستعار ده، لكن المصفف
لا يستطيع علاج حالة الهوس اللي انت فيها. انت محتاج كونسلت اطباء نفسانيين ان شاء الله يستوعب اضطراباتك النفسية. واحد شاطر وشجاع بيقول ليك عقلك ملجأ ضيق. اللهم هل بلغت؟ انت ما مغرور، انت عيان، دي حالة شيزوفرينيا، دي حالة انفصام. مرحب مرحب دكتور عليش. أستاذي ومولاي الرجل الخلوق بروف الفاضل، حياك الله. في اللحظة اللي بتكون قدمت فيها أكثر من خدمة إنسانية لناس بصداء وطلاب علم وعاديين، وتكون راجع البيت بعد عطاء يوم طويل من العمل، بكون أنا خلاص مغادر البلد. عليش إلا السفر كم سنة لقدام هتكون المستوصفات والمستشفيات عبارة عن معارض أزياء يا دكتور فاضل. علش علش أنا اخترتكم عشان تنجحوا وتنجحوا المشروع معكم. مر السنوات وأنا كل يوم بحصد فشل ولا فشل. المستوصفات الجنبنا اللي قامت ليها شهر نجحت. أنا عاوز أفهم العلة وين يا دكتور شهاب؟ مهاب مهاب أنا أفتكرين الجانب الإعلامي مهم جدا وإحنا مقصرين. أنا أتخيل لي الشكاوى المقدمة من الزبائن والقضايا المرفوعة ضدنا هي السبب. وليه تترفع علينا قضايا؟ خطأ خطأ بشري وجل من لا يخطئ. في لعنة حلت بالمشروع ده، وإذا نحن ما صرفنا صح حنخسر المشروع ونخسر كل المؤسسات المرتبطة بينا. أنا مصر على فكرة الدعاية والتركيز على الإعلام. أنا صراحة سقف استحمال الخسائر بلغ النهاية، بلغ الحد، مستعد أحول لمدرسة خاصة، محل خاص، مخازن، أي حاجة خاصة. نحن يا أخوانا عندنا مشكلة أساسية، نحن ما قاعدين ننقد نفسنا نقد ذاتي. نحن حقيقة أخوانا محتاجين لخبراء واستشاريين عالميين. وليه ما قلت الكلام ده من بدري؟ أستاذ ماجد. نعم. عايزين التوقيع عشان نرسل الخطاب. حاضر. هنا. وين؟ هنا. إذا لسه نحن بنرتكب أخطاء إملائية، ده كلام ده؟ إيه يا بنتي أنت؟ ما بتعرفي تكتبي كلمة مفاجئ؟ أنت حتتعلمي متين أنت وأختك الهبلة دي؟ تفضلي. أنا وصيت على مريم سعادتك، أنت عملت لها ريجكتد واخترت سامية. المهم أنا عاوز حلول، حلول يا سادة، فاهمين حلول يعني شنو؟ حلول؟ زمان قلنا لك استثمر في كل شيء، المحاصيل، الأغنام، لكن الطب؟ لا، مش بيزنس إز بيزنس، ميديسين إز ميديسين، الطب هو الطب. أنا داير حلول. كل مشكلة وليها حل. يا دكتور يا دكتور، في قضايا مرفوعة ضدنا في المحاكم بسبب أخطاء الأطباء، سمعتنا في الأرض، سمعتنا منتهية. زمان قلنا لك لا يستقيم الظل والعود عوج. أنا واقع بين يديك. أنا ما عندي عصا سحرية لحل المشاكل. اسمك بس كاستشاري
كافي يجيب لنا الزباين يا دكتور. أنا بس ما بنفع معك. أنا بلا فخر يكفيني أضم الجراح فقير. أنا ما مصاب بحالة استفراغ لوني. أنا بعاين للبشر بعين الطبيب. الفقير، الغني، الأسود، الأبيض. أنا بكتب اسمه فوق، بعمل تحته خط وبوصف له العلاج. دكتور فاضل أنا جاد. أنا جاد جدا، أنا عاوز حل. أوكي. أطوي الصفحة وافتح صفحة جديدة. أعمل إعلانات. اختار ناس حقيقيين. اتعامل معاهم على أساس أنهم بشر. شوف فكرة النخبة دي شيلة من بالك خالص. لأنهم كلهم عبيد الله وكلهم بيموتوا. وما بيفضل إلا العمل اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى. إيه رأيك في الإدارة؟ الإدارة لا. لكن ممكن أساعدك. ألو دكتور فاضل، أهلا مرحبا. خلي أي حاجة في يدك وتعالي لي هسدي في مكتب النخبة سابقا والإخاء حاليا. مبروك مريم. معقولة؟ أنا من أهل الصفوة؟ أنا مقبولة؟ أنا من النخبوية؟ مريم، we have no time. حاضر أستاذ. شباب عايزين نأكد لكم النتيجة حتظهر بعد المعاينة مباشرة وخلال 3 أيام بس حتطلع النتيجة. مبروك. وبكده اكتمل العقد. بس انت بتنقصك حاجه واحده. والله يا دكتور انا الفريق اللي انت اخترته هتعامل معاه بافضل حاله. انت محتاج لخبير جراح. اكيد اكيد فعلا. وانا اتصلت بمستشفى اجنبي في اوروبا، عندي معاه صداقات قديمه، وطلبت منهم يرشحوا لينا افضل الجراحين. والله يا دكتور أنا من إيدك دي لإيدك دي. ده الفاكس بتاعه. الخبير حيصل يوم الخميس. أنت ما عليك إلا تمشي تستقبله في المطار. يوم الخميس؟
مستشفى الإخاء مستر أبي. صوت أطفال بيرسموا لوحة لون الضوء.